إلى بقية أوساخ السلالات لا تقطع الشام إلا في مصاحفها وعند قرآنها كل قراءته. لأنني قلت عن أصنامهم عزس، لأنني قلت عن أصنامهم نجس أفتت بقتلي شيوخ العز واللاتي المجد لله، لكن لا سلام على أرضي وفي الناس لم أشهد مسراتي. ويا محمد ها أفيان إبرهة عادت وقومك أشتات كأشتات مشاهد.